Can you start at the beginning, please? صباح الخير، أنا رزان وهذه نشاط بليز. فريق سيدات بليز في الكرة الطائرة خسر أول مجموعة له في بطولة الولاية ضد نوزفيل بثلاث مجموعات لصفر. سيلعب فريق سيدات بليز في الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم ضد أماجير ناناتو هيوستن أو نوكسفيل فيرغيتس. سيستمر بلاكمان في استضافة الكرة الطائرة TSSAA بطولة اليوم الخميس، جزء من A لصف البطولة سيكون خلال النهار، وستكون الصالة الرئيسية مغلقة خلال هذا الوقت. سوف يجتمع نادي اللغة الألمانية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في الساعة 3:40 في الغرفة E5. سوف يجتمع نادي اللغة الأسبانية في غرفة F1 يوم الأربعاء في الساعة 3:40. يرجو إحضار طلب العضوية النادي ونموذج إذن العضوة ورسوم النادي $15. أيضا يرجو إحضار وجبات خفيفة أو مشروبات للمشاركة. قادم تراكر تريت حدث في 30 أكتوبر. احفظوا الحلاوة الخاصة بكم وتأكدوا من تسجيل منظمتكم. يوم الجمعة هذا هو ليلة التخرج. سنلعب ضد روكفيل في ملعب بارت سميث في الإنفيرنو في الساعة 7:00 مساء. كونوا هناك. أتمنى لكم يوما سعيدا وGo Blaze. Good morning. I am Razan. And I am Behishta. And this is your Blaze Bulletin. Assalamu alaikum. Sobah khair. Ma'astam Behishta. Wa in khabarname Blaze Bulletin shmas. Awalin.